أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل أشرف بن شرقي. لو أنت جديد معانا في القناة اشترك معانا في القناة يصلك كل جديد، واخبط لايك لو عجبك الفيديو. أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن قرار أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول بالرحيل وعدم تجديد عقده من أجل رغبته في الاحتراف الخارجي، مشيرا إلى أن النادي لن يتذلل للاعب من أجل البقاء. وقال منصور في تصريحات مصورة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب: هل ترضى يا جمهور الزمالك أن يكون ناديك ذليلا؟ أقبل يد اللاعب لكي يوقع، لن أفعل ذلك. وأضاف: أشرف بن شرقي كان المفروض أن يوقع قبل تولينا المسؤولية كمجلس إدارة، لأن عقده انتهى يوم 31/12، واستلمنا النادي يوم 10 مارس الماضي، ولكن لجنة فاشلة لم توقع معه وقت تواجدهم في المجلس. واستكمل: أشرف بن شرقي ومحمد نجم جلسا بالأمس مع أمير مرتضى منصور. بن شرقي قال: أعشق الزمالك ولكن أريد أن أحترف في قطر أو تركيا. واجتمع مع أشرف بن شرقي بالأمس وقال: لا أريد البقاء في مصر، لن نقبل رأسه، هو لاعب محترف ومحترم وصريح وصادق. وقال: أريد الاحتراف في قطر أو تركيا، سنقيم له حفل تكريم، نتعاقد مع البديل أم نقبل رأسه. لست أنا من يفعل ذلك يا بعض جماهير الزمالك، لا تهينوا ناديكم الزمالك، نادي الكرامة والوطنية. واستطرد: النادي لن يترجى أحدا. وعندما أطلقت عليه في 2014 نادي الوطنية والكرامة لم أقل ذلك من فراغ، نحن فعلا نادي الوطنية والكرامة. وأشرف بن شرقي كان صادقا ولم يكذب في حديثه أو يقول لي سأصلي استخارة أو قدرني، هو لاعب محترف. لو عجبك الفيديو اخبط لايك واشترك معانا في القناة يصلك كل جديد.